السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غادي ندير لكم بقلاوه باللوز، اللي سهله في التحضير بزاف، وبطريقه ناجحه 100% بواحد العجينه سهله، وبطريقه التوراق نتاعها بالمايزينا. تابعوا الفيديو حتى الاخير. هنا بالنسبه للعجينه، بالنسبه للباط، كنديروا 500 غرام فرينه، عندي كاس ما زهر الماء، يعني ما غاديش نديروه كاع، غادي نشوفوا عينا ميزاننا. عندنا قبصه ملح، عندي بيضه، عندي 150 غرام زبده مذوبه، 150 غرام زبده بلا الماء نتاعها، يعني ضروري خصنا نقلعوا لهذاك الماء ديالها. هنا عندي، غادي ندير انا في الروبو، ولا بغيتو نتوما تدلكوها باليد دلكوها باليد. كندير الفرينه، كندير معاها قبصه ملح، وكندير الزبده، وكنخلط حتى تبسلنا الفرينه تتبس مزيان مع الزبده. تما كنزيدو البيض، حبه بيض، ومن بعد كنزيدو الماء وما زهر، كنزيدو بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه. خص العجينه تجي شويه مطلوقه، ما تجيش قاسحه باش ما تعذبناش في التوراق، وما تجيش جاريه عاود تبقى تسيحنا بوحدها، تمشينا بوحدها. المهم خصها العجينه تجي بين وبين. من بعد غادي خص ضروري هاد العجينه تدلك مزيان، ومن بعد نديروها في واحد الساشي ولا في واحد الفيلم اليمونتيغ، ونديروها في الثلاجه. ضروري الثلاجه، يعني شحال ما ارتاحت في الثلاجه شحال ما مزيان، باش ديك الزبده كتقسح والعجينه كتطلق وتجينا سهله في التوراق. وتيقوني هاد العجينه يعني ناجحه 100%. انا اول مره كنستعمل هاد العجينه نتاع داري، ندير لاباط فيلو، مي اول مره نستعمل هاد العجينه نتاع الدار. كتجي مورقه 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 يعني، وكتجي مقرمشه في الماكله نتاعها، ومي كطيب كيبان داك التوراق، يعني الفويتاج كتحس بيهم. هنا بالنسبه للعماره، عندي هنايا 500 غرام لوز، اللوز اللي سلقته وقشرته وحمرته في الفران وطحنته هكا، يعني هرمشته ما خليتش مرصويات كبار وما يجيش عاود رقيق بزاف، باش من بقى ناكلو نمضغو هذوك الحبيبات نتاع اللوز. عندي شويه ديال الماء زهر مع الماء، عندي القرفه، عندي شويه الروح نتاع اللوز، هذا اختياري، وعندي 150 غرام سكر، يعني اللي بغى يزيد السكر يزيد السكر، يدير 200 غرام، انا درت كتافيت غير ب 150 غرام. هنايا في الاول كندير السكر، كندير نص معلقه صغيره قرفه، انا هنا استعملت معلقه صغيره، يعني درت معلقه صغيره، نتوما اللي استعملتوا المعلقه تاع القهوه ديروا نص. هنا نديرو قطرات من الروح ديال اللوز، يعني كما قلت لكم هذا اختيار، غير كيزيد يخرج داك الكون تاع اللوز، اللي ما بغاش يديره ما يديرهش. كنخلطوا هذا الشيء مزيان، وكنبقاو نزيدو الماء زهر بشويه بشويه، يعني كنديرو بشويه بشويه، وحنا كنخلطو كنبسو فيها بحال اللي كنديرو الطعام، وخصها تجي يعني تجي بحال الطعام، ما تجيش جاريه. ها هي العجينه من بعد ما ارتاحت مزيان في الثلاجه، كما قلت لكم ديروها في واحد الساشي وديروها في الثلاجه.
هنا عندي المايزينا، هذه المايزينا بها باش غادي نورقوا العجينه. كنديروا سبقوش المايزينا فوق الطابله وكنديروا لاباط. مهم لاباط غادي تقسموها على 6، تقسموها على 6 كويرات صغار متساويين. غنلقاش غادي نديروا فيها 6 نتاع الطبقات لتحت، وغادي نديروا اللوز من بعد نديروا 6 نتاع الطبقات الفوق، وغتقسموها على 6 وغادي ديروها فواحد الساشي باش تزيد ترتاح وتزيد تطلق. من بعد ما قسمنا العجينه على 6 درناها في واحد الساشي، غادي نديرو شويه ديال المايزينا وما نكثروش. تستعملوا هذه الشبكه هذه باش ما تخرج لكمش بزاف، ولا هذيك الرشاشه نتاع خاصه ب اللي كيدو فيها السكر كلاصي، ولا نتاع المايزينا ولا السكر كلاصي. غادي نبداو، غادي نشدو العجينه الاولى، ضروري نستعنو بالمايزينا باش مابقاش تلصق، المهم ما نكثروش المايزينا. كما كتشوفوا انا ما كثرتش المايز باش ما تبقاش ديك المايزينا باينه من الفوق. كنقرصوا العجينه الاولى بالوراق وكنحسوا بها تلصق، كنزيدو لها شويه ديال المايزينا. من بعد ما كنورقوها كنحطوها على جيه وكنورقوا الزوجه. من كنورقوا الزوجه حتى هي بنفس الحجم ديال هذه كنحطوها فوقها، نقرصوا عاوده كاين الثالثه بنفس الشكل ونحطوها فوق الاخرين. المهم حتى نكملوا 6 نتاع الحبات كنديروا وحده فوق وحده. هنا من بعد ما كملت التوراق ها هما 6 ديال الحبات، يعني واخا كيبانوا لكم هكا شويه غلاض لحقاش من بعد غادي عاد نسرحوهم. كنديروا المايزينا دائما المايزينا، بس كنديروا غير شويه شويه، انا كنرش غير شويه. كنسرحوها مزيان مزيان مزيان، كنورقوها مزيان بالوراق حتى كنحسوا بها رقيقه، كنحسوا بها رقيقه. وكنعبروا بالمول اللي غادي نديروه فيه، يعني خاصها العجينه اللي غادي نورقوها غادي تجينا كبيره على المول. من بعد كنهزوها، كندهنوا ضروري ندهنوا المول بشويه ديال الزبده، والزبده خص ضروري الزبده تقلعوا لها الماء نتاعها ولا داك الحليب ديالها باش تجيكم باش الطوراق يجي زين. ضروري تقلعوا لها داك الماء نتاعها ولا ديك الزبده اللي كتكون في ديك الماء اللي كتكون في الزبده ولا ديك الحليب، وتستعملوا غير ديك الزبده الفوقانيه. ندهنوا المول بالزبده مزيان
وكنحطوا فيه هاد العجينه الاولى كما غادي تشوفوا في الفيديو. من بعد كنهزوها كما قلت لكم عجينه كبيره على المول، وكنحاولوا نسرحوها مزيان على المول. ومي كنقطعوا كنقطعوا داك الحواشي اللي شايطه، ما كنقطعوش يعني نيشان على حساب القاع نتاع المول، كنزيد واحد شويه من الفوق، يعني خص العجينه تجي طالعه على 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 الجناب نتاع الصنين، لحقاش بديك تقول تاع اللوز. ومي كطيب العجينه كتشرب شويه باش ما تجيكمش خاويه من التحت هذوك الحبات اللي كيجيو في القنوت. نتمنى تكونوا فهمتوني. من بعد كنجيبو داك اللوز كنكبوه على ديك العجينه وكنحاولوا نسرحوه كاع باش نعطيوه كاع سطح متساوي. كنسرحوه
ودابا كنخدموا العجينه اللي غادي تجي من الفوق. كنديروا نفس الشيء نتاع الطريقه الاولى، كنبسطوا كنا انا درتها في الاول، يعني درت قبل من بسطت دوك السته الاولى، درت السته الثانيين وخليتهم يرتاحوا. غادي نسرحوهم كي اللي درنا الاولى، نورقوهم مزيان بالمايزينا حتى تجي تبقى رقيقه كي هذيك الاولى درناها لتحت، ونديروها فوق اللوز. ودائما من قطعوا الجناب نخليو شويه واحد سنتيم ولا سنتيم ونص على الجناب. هنا من بعد ما كملت وقطعت دوك الجناب، هنا الطريقه ديال التقطع كتبقى اختياريه. انا كنقطعهم مرصويات صغار، مربعات صغار. هنا جبت واحد الورق قطعته هكا مستطيل باش نتبع عليه وباش الحبات يجيو متساويين. هنا كنشد هذا الشريط كنديرها في الوسط وكنبدا نقطع، كنقطع كامل على هذا الجهه، ومن بعد كنعاود بالاتجاه المعاكس. كنشد هذا الشريط كنحطه في الاتجاه المعاكس نيشان في الوسط، وكنبدا نقطع.
ما كملت تقطع، هو التقطاع كي كيجي كما قلت لكم انا كنديرهم مربعات صغار. كنشدو اللوز كنت خليته من قبل، خليته من ديك الحشوه اللي درتها لداخل اللوز مسلوق وقشرته. كندير بواحد الموز، كنحاول ندير واحد الثقبه في الوسط نتاع العجينه، وباش كتجيني سهله من دخل اللوزه، باش الا دخلتو هاك اللوزه العجينه كتبقى تدير من الوسط، كدير واحد الحفره في الوسط كيجي الشكل ديالها زين. كنكملو كنحطو كاع كل حبه نحطو فيها لوزه، وغادي تشوفوا المرحله الثانيه. هنايا كندير الزبده، كما قلت لكم الزبده كنديو داك الفوقاني نتاعها، ما كنديوش داك الماء اللي كيكون لتحت باش ما تجيش معجنه وتجي مورقه. كناكد على هذا الشيء، كنكثر شويه الزبده، كندهنها بالزبده كامله من الفوق حتى نحسو بها بيديرها يعني راه منفخه مزيان الزبده. وكنديروها في الفران، يعني الفران يكون حامي على 180 درجه. كنطيبوها الاول من التحت، ومي كنشوفوا الجناب احمروا ولا اللون تاعهم دوغي كنشعلو لها من الفوق، كتحمر من الفوق يعني ما خصش اللون تاعها يخرج حمار، كتخرج غير دوغي. من بعد كنخرجوها من الفران. ها هي من بعد ما طابت، انايا دات معايا شي 45 دقيقه هكاك. هنا كنجيب العسل انا درتها، عندي الطل تاع العسل كتكون بارده والبقلاوه كتكون حاميه، يلا خرجناها من الفران. كنغطيوها كاع بداك العسل، نسقيوها وكنغطيوها، كنغطيوها فوق واحد الطبسي ولا واحد الصني، وكنخليوها ليله كامله حتى كتشرب داك العسل مزيان، وعاد كنقطعوها. وهو الشكل النهائي نتاع البقلاوه نتاعنا. بعد ما قطعتها ودرتها في الكويطات كما كتشوفوا داك التوراق نتاع لاباط كيجي باين، دوك الورقات، وكتجي لاباط مقرمشه وكتجي فيها واحد البنه. تيقوني الا تبعتوا هذه الطريقه ما غاديش تندموا عليها. وبالصحه والراحه، وما تنساوليش جيم واشتراك وبارطاج، ونتمنى الفيديو يكون عجبكم. شكرا.